ضوضاء النهار قد تسرق انتباهك على مشهد الخراب في شارع الرشيد. إهمال بأرقام قياسية، تجاوزات غير رسمية خلقتها البطالة وغياب التخطيط والتنمية، ومثلها رسمية بصيغة كونكريتية. أين المعنيون؟ أين القوانين؟ أين وأين ومتى ولماذا؟ أسئلة ما زال المواطن ينتظر الإجابة عنها ليرى بغداد كما كانت. البسطيات كون الظروف التعبانة، ظروف الدولة والبطالة أكثر من 70%، وين يروح؟ يعني هذا يريد له رزق. أنا مع اتفاق مع قائد عمليات السابق أوجدنا متر ونص تقريبا، لمينا العاطلين بالشارع والشارع ما متضرر نهائيا. أهملت هاي الخطة؟ إيه أهملت، صار 4 أشهر 5 أشهر. فأطلب من أمالة الرصافة هيابة ومسؤولين قائد عمليات بغداد هسه آلي ندز لنا وفد من عند المعاون ماله، يعني نعيد نشاط هاي الشغلة. هكذا هي الصورة بعد نهاية نهار العمل في شارع الرشيد. نفايات بالجملة تقابلها أعمال خدمية بالمفرد، وهناك من يتحدث عن مساومة أصحاب المحل والبسطات من أجل السماح لهم بكسب الرزق. خلال جولتنا اكتشفنا أن هناك اجتماعا طارئا لجهات حكومية وخاصة يهدف لإعادة تأهيل شارع الرشيد. سوف نقوم بمفاتحة بعض الشركات الاستشارية المختصة في إعادة وتأهيل هذا الشارع الحيوي المهم، ونأخذ على عاتقنا الإشراف المباشر في إعادة رونق هذا الشارع الحيوي المهم. الأمانة لا تستطيع أن تمارس القوة المفرطة مع الأخوة المتجاوزين، احنا لدينا حملات توعية معهم. أكثر من 100 عام عمر شارع الرشيد، حضارة وتاريخ، خزينة أموال الدولة، أحد أهم مراكز التجارة، أحلى ذكريات البغداديين ومثقفيها وعامة ناسها. كل هذا يختلط بالإهمال المتجدد، فهل ستستطيع الحكومة وأمين بغداد الجديد من إنقاذ الرشيد؟ الجواب ليس بالبعيد، فالأيام المقبلة هي الفيصل. من شارع الرشيد في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية.